يلا استوديو الجزائر جاهزين والحفرة. يقول لك ما أقول القفو. اسمع شو يقول أبو الصويطي. يقول لك ما أقول القفو إذا ما خليك تقول العفو. يلا حط
حط البروده بصدره لو يجينا يتعذر احنا ما نقبل عذره. احلى رياض عقباله اللي يحجب ظاهره حط البروده بصدره لو يجينا يتعذر احنا ما نقبل عذره. عالطيارة عالطيارة روح ترى الهيبة غريزة عند الناس العزيزة عندك خي فايز الله سواها ميزة.